دي مكعب مرقه كمان نزوده. عندنا 4 كوبايات من الرز المصري او البسمتي، وعندي سمك فيليه، وعندي سبيط، وعندي جمبري صغير، وعندي بصلايه مفرومه، وفلفل الوان، وملح وفلفل وكمون وكزبره وزيت. زي ما انتم شايفين كده الجمبري والحاجات دي مقطعاها صغيره جدا اهو بالشكل اللي انتم شايفينه. تمام، يعني الموضوع كله ربع كيلو وربع كيلو وربع كيلو كده، ايه هيغرق لنا الدنيا ويخلي لنا الدنيا زي الفل. خلاص، استخدموا رز مصري عادي، رز بسمتي عادي، اللي متاح عندكم تقدروا ان انتوا تستخدموه مفيش مشكله. ممكن هزود دلوقتي جت معايا كده زود مكعب مرقه خضار برده بيطعم الدنيا وبيديله طعم حلو. طبعا حابين تعملوا الموضوع ده تمام، مش حابين تقدروا ان انتوا تشتغلوا بملح عادي خالص وتستغنوا عن المكعب. عندي الحله طبعا سخنه على النار، هشتغل بزيت اهو الرز بتاع السمك، يعني يفضل ان احنا اشتغل بزيت اهو. حطيت شويه الزيت وهبدا بقى ايه اشوح كده البصلايه بتاعتي كده تشويحه حلوه اهو بالشكل ده. مش هحط كتير، بصلايه كده زغنططه كده حلوه مفرومه. ام رامي صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. انا عرفت اوصل لك. ده شرف لينا والله يا ام رامي. والله شرف. الله يخليك. الله يخليك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا حبيبتي. تسلم ايديكي. تسلمي يا حبيبتي والله. كل الحاجات اللي بتعمليها ما شاء الله جميله. تسلمي يا حبيبتي والله. ربنا يبارك لك. عامله غدا ايه النهارده يا ام رامي؟ والله لسه قاعده محتاره مش عارفه اعمل ايه والله. ايه طب عندك ايه؟ قولي لنا كده عندك ايه، بتفكري تعملي ايه؟ كل يوم اقعد محتاره مش عارفه اعمل ايه. لا عيب بقى، بعد ما بنتفرج على طبق طبقنا نفضل محتارين برضو. صايمه بقى وقاعده محتاره لسه مش عارفه اعمل ايه. ان شاء الله اي حاجه حاولتي تعمليها من ايدك زي الفل. يا ربنا يبارك لك. الله يخليك يا حبيبتي. ممكن تقولي لي طريقه الباستا فلورا؟ حاضر يا حبيبتي حاضر. انا احنا كنا عاملينها بطريقه يعني ممتازه، وكنا عاملينها مع يوم المربات كمان. هقولها لك. حاضر. تسلمي لي يا رب. كنا عاملينها اللي هي المبروشه او الباستا فلورا، الاثنين نفس يعتبروا المقادير. حاضر، هحاول اطلعها لك ونسيبها لك على الشاشه. حاضر. انا تسلمي لي يا رب. ماشي حبيبتي، شكرا يا حبيبتي، تسلمي. مقادير اللي هي المبروشه هي الباستا فلور نفس المقادير، لو لقيتوها استاذنكم نطلعها على الشاشه يعني. بصوا اهو البصلايه كده ايه هنشوحها في شويه زيت. انا عايزه البصلايه تدبل شويه، عايزاها يعني ايه مصفره شويه كده. تمام اهو، بعد ما تصفر كده شويه هبدا احط الفلفل الالوان، برضو عايزاه يدبل كده يتحمر شويه مع الزيت اهو بالشكل ده كده. الشكل ده. انا بقى بحب اعمل حاجه بصراحه، عندكم اختيارين، يا اما نحط السمك او السيفود او عموما اي حاجه انتوا حاطينها، الجمبري والسبيط والسمك والكلام ده كله نحطه مع الخلطه بتاعه الرز ويستوي معاهم والرز يفلفل وهو وسطيهم كده، او احب ان احنا نعمل حاجه ثانيه. يعني شوفوا انتوا حابين تعملوا ايه، تقدروا ان انتوا تعملوا كده. ساعات بقوم مشوحه يعني الاسماك اللي عندي او السي فود اللي عندي بره، وبعدين بحطهم قرب سوى الرز بتاعي عشان السمك عندي ما يتهريش ويخليه ويبقى كله الاقيه مهري كده في وسط الرز بتاعي. فانا ان شاء الله هعمل النهارده الطريقه دي. فانتوا حابين تفلفلوا كله مع بعض برضو براحتكم خالص. يبقى احنا هحط البصلايه في الزيت، وهحط كمان معاها الفلفل الالوان. بصوا انا مديها وقتها كده اهو بالشكل ده، وهبدا بقى ايه هجيب بس مكعب المرقه كده وهبدا ادوبه، واحط الرز بتاعي وهملح بقى واحط الفلفل. انا مش حاطه ولا كاري ولا كركم، برضو الحاجات دي لو حابين تزودوها تقدروا ان انتوا تزودوا، تقدروا ان انتوا تزودوا شويه كاري شويه كركم براحتكم خالص. هحط شويه كزبره وهحط شويه كمون وهحط شويه فلفل اسود، مش كتير عشان انا الرز زي ما اتفقنا انا ما بحبش ازود فيه فلفل اسود، وهملح الرز بتاعي كل
كوبايه رز عليها معلقه صغيره، انا حطيت 3 معالق صغيره عشان حاطه مكعب مرق، وهبدا ان انا احط الرز بتاعي سواء بسمتي سواء مصري مفيش مشكله، اي رز انا عايزه استخدمه او عندي في البيت بقدر ان انا استخدمه. اهو، فاقوم مقلبه بقى تقليبه كده